حنا دابا كاينين في القلب ديال الصين وهاد البلاصه حنا فيها مشده فيها السيكوريتي بزاف، كاميرات في كل بلاصه، وباش ندخلوا قلبونا مزيان فتشوا لنا السيكان ديالنا فتشوا لنا في كل بلاصه، وزيد عليها كاميرات الا لاحظتي في اي بلاصه كتشيلها كتبان كاميرات كيصوروا في شي بلاصه. وهذه هي الباب ديال المدينه المحرمه، دابا غادي ندخلوا لها. يلا ندخلوا فحالنا نشوفوا كاين داخل. امبراطور واحد كان ساكن في هادشي كامل كان ديالو، وكان ممنوع على اي واحد انه يدخل عنده. هادشي خيالي هنايا، هادشي خيالي، بلاتي ندور كاميرا، واحد المنظر ماشي عادي. ولكن الحقيقه فاش كتجي الشينوا راه كتجبر عالم اخر، واحد التطور واحد التقدم اللي عندهم، حيت هادشي هما اللي شادين على بعضيتهم، فهمتوا؟ ما شادين على راسهم، هما ما عندهم لا جوجل لا يوتيوب ولا شادين على راسهم. السعودية كاين المدينة المنورة، وهنا في الصين كاين المدينة المحرمة. واحد المدينة اللي هي عبارة عن مجموعة ديال القصور داير بهم واحد السور طويل. شحال هادي الإمبراطور ديال الصين كان كيعيش تما، وكانت المدينة ممنوع على شي واحد آخر يدخل ليها من غير الإمبراطور والخادم ديالو. حاليا هاد المدينة رجعت واحد البلاصة سياحية، كيجيو لها السياح من جميع أنحاء الصين باش يزوروها. اليوم إن شاء الله غادي نمشيو نكتشفوا شنو كاين في الداخل ديالها، علاش هاد البلاصة عندها أهمية كبيرة هنايا في المعالم الأثرية والتاريخية ديال الصين، وغادي نشوفوا شنو غادي يطرا تما. يلا فحالنا. هذا هنايا اشهار ديال المرسيدس ديال الجي كلاس. شوف كيفاش موقفينها، موقفينها هنايا زعما الطوموبيل تقدر تطلع في العقابيز داك واش داير. شوف شوف شوف، وسمع طلقين الصوت ديالها، سمع الصوت ديالها كيسمع كثير هدر. نايس. فاش كتشوف هذا المنظر هذا، واخا ما تكونش اول تشريها تشريها الطوموبيل. وباقي لينا واحد الاشهار واعر اخر ديال اديداس اللي هو ديال سوفيت مات. شوف شوف تشوف معايا لينا واحد الاشهار كيفاش عامل، باش تعرف انه تخلعت، باش تعرف انه كلشي عندهم هرب في هاد البلاد هذا. حتى الاشهارات كيخدموهم بواحد الطريقه في شكل. هنايا اديداس منزله كاسادوراس ديالها بصح معلقينهم تما، شوف شحال من كاسادورا، المئات معلقاهم تما داينك لا ديكور. صراحة عندهم الإبداع في كل شيء، أي حاجة كيعملوها كتجبر عندهم الإبداع فيها. قرب قرب لينا تشوف، قرب. نايس. هادو جاكيطات ديال أديداس، هاد المسافة كاملين، شوف شحال معلقينهم. وشوف شحال ديال الألوان. خوا إلا دينا شي واحدة ما يشوفوناش. شوف خذ خذ. لبسوها راهو، لبسوها راهو وجري. نايس. يلا شوفوا واش باقا شي حاجة ليه. دابا جيت لواحد البلاصة اللي كتحس براسك انك بحال اللي في نيويورك، كتنسى داكشي التقليدي ديال تشاينا، كتجبر هنايا هي داكشي مطور بزاف دعينك لا منظر عندهم. شوف على ديكور هنايا، الاشهارات كاينين في السماء بجميع الطرق دعينك. شوف الالوان، نيويورك والسلامة معلم هنايا دعينك. شوف هاد البلاصة هادي كيفاش عاملة عاوت، الصراحة كتجبر داكشي مختلف ومتنوع، كتجبر فهاد البلايص ديك الحوايج التقليديين، فهاد البلايص كتجبر داكشي عصري، داكشي كاين انواع والاشكال. دير واحد بلاصه عاملين فيها الاشهار، شوف كيفاش عامله هاد القهوه هادي، عاملينها بالستيل ديال الملعب ديال الجولف. نعم اخاو ديالي، شوف الجولف من داخل الخاوه. يلا سير انا شوف هنايا عندهم داكشي ديال الجولف. شوف نايس، اجي ندير ندير الحماس خوات. هادشي ديال اليبا، حنا ماشي اليبا، انا ما عنديش مع داكشي ديال الجولف، ماشي ماركي وبيش، ما عنديش مع داكشي ديال الجولف هذا. يلا سير 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 سير. هادشي هنايا عاوتاني الاليبا، ما عرفتش شنو هي هادشي هذا، فاش كنشوف شي حاجه مستيليه شي ديكور هذا كنهرب. هادشي الاليبا ما عنديش معاه انا. هاد الصف كامل اللي مورايا كيتسناو باش يشريو كرواسون، هنا كيبيعوا داكشي ديال لي كرواسون للعيبات. هاد الصف كامل مجموعين عندهم واقيلا داكشي واعر، هاد الصف كامل باش يشريوهم. الصراحه كنظن انه من الاسباب اللي كيخليونا نصدموا ان هادشي كاين في تشاينا هي انه هادشي ما كيسوقولوش. ما فاش كتكون كتفرج في يوتيوب ولا جوجل ولا كذا ما كيطلعولكش بزاف الحاجه ديال الشينوا. حنايا عندنا واحد الافكار على الشينوا انه واحد الشعب اللي بحال روبو، غير كيخدموا غير كيصنعوا غير كذا، ولكن الحقيقه فاش كتجي الشينوا راه كتجبر عالم اخر، واحد التطور واحد التقدم اللي عندهم، حيت هادشي هما اللي شادين على بعضيتهم، فهمتوا؟ ما شادين على راسهم، هما ما عندهم لا جوجل لا يوتيوب ولا شادين على راسهم. هذا هو المشكل الوحيد اللي عندهم كنظن، باش ما مخليش العالم يعرف ان تشاينا شنو فيها وشنو فيها. دونك مستقبلا كنظن ان هاد البلاد الا فتحوا على راسهم وراو للعالم شنو عندهم، غيزيدوا يهربوا معلم. قهوه نعملوها هنايا؟ نديروها هنا. شوفوا على فكره شوف بلاصه القهوه كيفاش عاملها، سامبل ولكن نايس نايس. صراحه شنو؟
سير انا قهيوك ما كانت لي كان لي كان جيب لي قهيوه الخاوه عاديه لي كان اها كتجلس هنايا تقهوى في الشارع الطويله هنايا في نص الوسط طلق عينك مع المنظر. ولا بغيتي تشوف الصين كيفاش كانت شحال هذه يعني قبل واحد 10 سنين مثلا من الاحسن تدخل هاد الزناقي صغارين بحال هيدا الاحسن ما قال لي فخر الدين دابا قال لك شحال هذه الصين واحد 10 سنين قبل اكثر من 10 سنين 60 يا كانوا هي بحال هيدا وفوقاش طرا التطور كامل زعما تقدمت الدوله تطور ما حلو نقولوا حنا مور التسعينات بدا تيبان شويه التطور ولكن تفرقيع ولكن دابا ملي جيتي تنني هنايا واحد 10 سنين هذه ما كانتش الدنيا بحال هيدا ماشي حتى لهاد الدرجه ولكن صراحه التطور اللي صافي الصين ديال قبل طلعت بالزربه العاب اولمبيه 2008 تما حسيتي بالسكسو على الدنيا ولات بلاد اخرى نايس التحتيه الترانات كلشي اللي تخيلته كاين نايس الدوله طلعت واحد التطور بواحد السرعه على الله سيدي ربي حنا المغرب الحمد لله ماشي في الطريق الصحيح على الله سيدي ربي ما تعرفني حنا واحد 10 سنين 20 عام نكونوا احسن من هيدا الله اعلم نكونوا فرد لي زعما الله اعلم دايرين النيه دايرين ان شاء الله يا سيدي يا ربي والله الا المغرب غادي في الطريق الصحيح حتى هو ان شاء الله خصنا شي سنوات ان شاء الله والله حقوا عليهم ومن الاسباب علاش كاين هنا الامن والامان هي انه كاين البوليس في كل بلاصه هنايا على اليد اليمين ديالي في هذه الجهه راهم الا لاحظتوا كاين تما البوليس بيكالات بوليس كيشدوا بيكالات كيبقاو يدوروا في كل زناقي هنايا كاين بيكالات كاين مواطن كيبقى بوليس مهم عندهم الامن في كل بلاصه كل بلاصه عندهم محكومه وزيد عليها كاميرات الا لاحظتي في اي بلاصه كتشيلها كتجبر كاميرات كيصوروا في شي بلاصه كتمشي شويه كتجبر كاميرات معلقين دونك ما واخا كتوقع شي سرقه واخا كتوقع شي حاجه كيرجعوا عندك كاميرات زيد معلم من الحبس ما عمرو كيعاود يسرق ولا يعمل شي حاجه شي بحال حنايا عندنا ديك العاطفه حنا مثلا في المغرب ديك العاطفه اللي عندنا اللي مسكين الظروف اللي خلاته يسرق الله اللي يحسن العون اي واحد ديك العاطفه اللي كنستخدموا مع المجرمين والشفاره هي اللي كتخلي داك الشيء يتعاود اما في هاد البلدان هادو اللي مزيرين سرقتي الحبس ولا عملتي شي جريمه كتعاقب كتجبر الدول امينه وما فيهاش الجريمه مره شنو يا خوات تما انت تيديروا لهم هنا تيديروا لهم واحد اللافته ديال التوعيه كيفاش يعيشوا في سمع. يعني في الحياه اليوميه كيوعيوا الناس من خلال واحد اللافته اللي كاينين هنايا الداعين دابا هادي شنو كتعني الريستو هنايا المهم هنا نشوفوا هنا شنو هو توعيه في وسط الشارع هنا هادشي ديال الازبال كيفاش هذا الطعام كيفاش تاكل هذا الطعام كيفاش ترمي الزبل بطريقه صحيحه غير زعما راه مواطن صالح ها انت الزبل في الخنشه كيبينوا عيل صغير هو كيرمي الزبل في الخنيشه مع يماه باش ما يلصقوش عاوتاني دابا الطفل الصغير دايز كيشوف هادشي في بلاكي كيتوعى التوعيه خدامه في الشارع الداعي خلاص ما تحطوهمش اي بلاصه صحتهم بلاصتهم بيكالاس كيفاش تباركيهم هنايا عاوتاني كل وحده وديالاش كيفاش يسيبوا الزبل هادي ديال الزاج هادي ديال الوراق والحاجه ديالاش هادي مثلا عاملينها هنايا عاوتاني خاصه بالكارو باش ما تسيبش الكارو في الارض هنايا كتسيبو غير هنايا خاصه بالكارو بيس ها الرياضه معلم عاوت في كل مطار الرياضه هلو دابا خصنا نمشيو نقلبوا على شي بلاصه ناكلوا فيها ومن الحوايج الصعابين هنايا مره تقدر تواجههم هو انك تلقى ماكله حلال لانك كتعرفوا الصينيين اغلبيه الماكله اللي كياكلوا ماشي حلال يا اما كتلقى عندهم الحلوف يا اما الطريقه اللي كيذبحوا بها ماشي طريقه اسلاميه ماشي طريقه حلال دونك اغلب المطاعم اللي كتشوف كتبر الماكله ديالهم ماشي حلال باش تلقى شي بلاصه خصك تقلب شويه ولا تكون عندك شي بلاصه ديجا كتعرفها كتمشي لها ديما دابا حنايا في واحد البلاصه ما عارفينها شي مزيان كنقلبوا ونشوفوا ولا نلقاو شي بلاصه اللي ناكلوا فيها هنايا عندهم هاد اللعيبات كيبيعوا بزاف ديال الحوايج مختلفه على حساب قال لك قبل كورونا ما كانوش مسموح انهم يعملوا هادشي لانه هادشي عشوائي شويه باش يديروا الزنقه ولكن من بعد كورونا بزاف ديال الناس فقدوا مناصب الشغل ديالهم وداكشي دابا ولاو كيخليوهم يعملوا هاد المشاريع الصغرى هنايا باش حتى هما يحركوا مسيره شويه كيبيعوا هنايا الحوايج مختلفه اللي كيبيع مجوهرات اللي كيبيع المهم داكشي عندهم هنايا انواع واشكال نايس واحد الحاجه اخرى عاوت ماما الراجلين كلشي كيحترموا تقريبا في اوروبا كلشي كيحترم هنايا ماما الراجلين وكيقطع فقط هنايا ما كيقطعوش في الشارع في اي بلاصه والصراحه واحد الحاجه اللي كتصدم هنايا هي انهم واخا العدد ديال الناس كبير بزاف تخيل يكون عندك مليار و400 مليون ديال الناس ولكن قادرين يعني كينظموا راسهم براسهم الناس منظمين ما كتلقاش داك الشيء عشوائي في اي حاجه مشيتي لها كتلقى كلشي منظم واخا الناس بزاف هاد الحاجه اللي كتبقى تفكر فيها كيفاش قدروا يعملوا لها على عكس بلايص اخرين كتبان عندهم شويه ديال الناس وحرفالهم معاهم ما لقيناش الصراحه شي بلاصه اللي مختصه في الحلال دابا نشوفوا واحد ريستو هي طليانيه عامره بزاف الخاوه عامره نشوفوا ناكلوا شي سباكيتي ولا شي حاجه اللي ما فيها لا لحم لا والو ولكن عامره بزاف ولكن عاملين الصف راه هما شوف شحال ديال الناس كيشادين الصف كيتسناو باش ياكلوا في الريستو داينك خصك تسنى حتى يساليو هادو عاد تجلس مثلا لك هاد البلاصه هادي الخاوه يلا يلا نشونجيو
البقاو ديالي في اخر المطاف دورنا ودورنا ودورنا ما لقينا فين ناكلو. عرجعوا عندك هذيك ايطاليا انا ناكلو تما مضمون حسن من المجهود. حيت كلشي هنا الدنيا عامره بزاف وما كاينش الماكله حالا، لهذا نمشيو نشدوا الصف ديالنا تما. راه ماشي ديما بحال هكا، ولكن دابا العطله ديالهم اسبوع عاطينهم العطله الشينوا والعطله كلشي كيجينا اتجاه هذا، كلشي جاي شنغهاي باغي يتسالنا شويه ويه. يلا خونا راه فيا الجه، يلا نمشيو دابا نشدوا الصف هنايا. هنايا ما بقاش بزاف، عندنا الزهر جينا لقينا الناس نتصف دونك باقينا شي ثلاثه ديال الناس تقريبا ها هما مراهم النوبه ديالنا. طريه طريه ان شاء الله. غير باش تاكل خصك تشد الصف معلم، لاننا في بلاد فيها مليار و400 مليون شخص. وقيلا شي بلاصه يا خوات داخل هو اي دخلنا دابا. اوكي ثانك يو. فين واش الفوق؟ لا هنا. اوكي ثانك يو. اوكي اوكي نو بروبلم. اوكي 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 ابراهيم تسبب بحال شي فيلم. شوف على ديكور مورايا، شوف على ديكور كاين مورايا. صراحه نهار اللي في المنظر اي بلاصه كتدخلها كتجيب راه مستيليه، كل بلاصه عامل لها واحد الديزاين واحد الستيل بشكل. شوف ديك الفينيسيون ديك الديكور داك كدا نايس. واحد الفكره واعره اول مره اشوفها هي هذه، حدا الطابله ديال الماكله كيعملوا لك واحد الباسكيطه هي باش الا عندك شي ساك كتحطوا فيها الداين كينزلوها لك، الساك ديالك كتحطوا فيها. هي هذه الفكره البسيطه عمري شفتها هذه في شي بلاصه اخرى. تخيل معايا كيفكروا في الصغيره والكبيره، يعني دخلتي وعندك ساك باش ما تحطوش في الطريقه ولا شي حاجه، هما كيحطوا لك ديك السله تحط الساك ديالك فيها. دابا خصنا شي حاجه اللي ما يكون فيها لا الدجاج لا اللحم ياك. تماما. لازم شي مونادا نهبطو بها. هاي كاينة فريش ليمونيت. صافي. اوكي تو فريش ليمونيت. اغلبية الحاجة جبرنا عندهم فيها اللحم ديال الحلوف، دونك قلنا له عملنا واحد سباكيتي، بالحق عملنا سباكيتي بوحدة، قلنا له ما يعملش فيها بيكن، اللحم ديال الحلوف ما يعملهاش، هو كياخذ كوموند دابا. هادي ولا هادي؟ اللي كان الخاوة. انا ما عنديش مشكل، الماكلة تكون حلال وصافي. هادي خفيفة وهادي. راه هادي. هادي. صافي. نخبك. بلغني البارد. هادشي عندهم الصراحه مانق هنايا طبيصلات البراندين بحال ريستو تياترو حتى هاد اللعيبه تادوش على شكل عندهم تفاصيل لي ديطاي عندهم واري الصراحه. دابا بقاتنا يا الماكله نشوفوا الماكله كيفاش عندهم، ان شاء الله انا طريقه ان الماكله تكون لذيذه حتى هذا عندهم واعر، الماكله تاعي ان شاء الله تكون واعره. تسنى الماكله تشوفها. هذا هنا كيقد قريعات انواع والاشكال عندهم هنا ديال القريعات انت معلمها. الطبق ديالنا هو نزل وتاكدنا قلنا له واش زولت منه الحلوف عندي يكون في الحلوف ولا شي حاجه، قلنا ما فيه شي التقليد عليا اخي. ها كيبان هنايا كاين سباكيتي هاد اللعيبات ما عرفتش شنو هما شامبينيو بدا شي مخلط، نقيسو نشوفو ما تقدر شي كيفاش عامل. دابا هاد الوجبه هذه ايطاليه ايطاليانه، نقيسو هاد الوجبه الايطاليه كيفاش عامله. بسم الله. بسم الله. نيفو معلم نيفو ايطاليا انا واعر نيفو. تخيل كنسمعوا الديسكو ديال طوطو في وسط تشاينا في ريستو ايطاليا تلقين الديسكو ديال طوطو ديك المغاربه العالميه الخوا ديالي والله الا تلقين طوطو. كاين اللي فهمتي بعض المرات انا غالبا كيعجبني فين نمشي شي دوله ناكل الماكله ديالهم محليه، بحال انا دابا في تشاينا نورمالمون خصني ناكل الماكله الصينيه، ولكن المشكل هي الماكله فاش ما كتكونش حلال. هنايا في تشاينا صعيب تجبر ان الماكله الصينيه ديالهم وحلال، خصك تقلب مزيان. لهذا من الاحسن باش تبقى سيف ما تصدقش واكل الحلوف ولا شي مصيبه، تاكل في شي ريستو في شي ريستو اخر. والان مع الشوط الثاني من الغداء ديالنا واللي هي بيتزا سيداتي وساداتي. بيتزا بالكمه. انت عتقيس الاول الخوا ديالي تيني الراي ديالك. قيس الخوا شوف واش نيفو تايا. الشوط الاول كان نيفو. بلحم الكلاب. ما تخلعناش يا الخوا. لا مارغريتا هذه فيها شي حاجه. قيس عطينا الخبر. نيفو ولا ماشي نيفو؟ تهلا خليونا ناكلو. حنا دابا كاينين في القلب ديال الصين وهاد البلاصه حنا فيها مشده فيها السيكوريتي بزاف. كاميرات في كل بلاصه وباش ندخلوا قلبونا مزيان فتشونا في السيكان ديالنا فتشونا في كل بلاصه. هنايا عندهم برلمان راه هو اللي كاين مورايا، هنايا عندهم واحد القصر كيتسمى القصر ديال الامبراطور. العسكر كاين في كل موطع هنايا راه هما البيروه ديالهم العسكر. المهم قضيه عندهم الحراسه مزيره هنايا حيت هاد المنطقه حساسه فهمت،
تما فين تيستقبلوا جميع رؤساء الدول. كيجي عندهم شي ضيف يمشي بلاد خليك حتى سيدنا الملك محمد السادس الله ينصره سبق له جني هنايا استقبلوه هنايا في بلاصه في هذه الساحه هذه. كنت انا هنايا كنت هنا وشوف اش كان داخل نايس نار رائع. احنا في بلاصه ديال الملوك كان معلم بلاصه ديال الملوك. واحد المعلومه اخرى كان هنايا منين جا كانوا داروا الرايات كلهم هنايا داروا وحده شينويه وحده مغربيه. رايات المغرب معلقين هنايا معلم الرايات المغرب تعلقوا هنايا هنايا تعلقوا. دابا نمشيو نزيدو نشوفو شي كيفين كاين لينا هاد البلاصه هادي معروفه عاوتاني واحد الصوره كيتصوروا معها هنايا. هادي ضروري شناوه من كل جهه من انحاء الصين كيجيو لنا هنايا شو نشوفو شنو كاين تما. ها انتما كلشي كيتصور هنايا مع داك التصويره ديال القائد ديال الثوره الصينيه راه هو كلشي كيتصور هنايا مع الداعم. هذا كيقدسوه الصينيين كيقدسوه بزاف عليها. دابا كلشي كيف ما تشوفو كيجي يتصور هنايا مع الداعم. حتى حنايا نتصوروا معاه نعملوا شي فوتو تبقى لنا ذكرى معاه ولا الخاوة نعملوا شي فوتو تبقى لنا ذكرى معاه حتى حنايا. ودابا كاينين حنايا في واحد الساحة اللي سميتها ساحة تيانانمين حنايا في القلب ديال الصين ماشي ديال بيكين وصافي. ومورايا كاينة واحدة اللي كتسمى المدينة المحرمة. المدينة المحرمة واللي فيها تقريبا شي مليون قطعة فنية تحفة فنية كاينة تما. وتما فين كان شحال هادي الإمبراطور كاين القصر ديال الإمبراطور شحال هادي. والتصويرة اللي مورايا ديال ماو اللي هو القائد ديال الثورة الصينية واللي الصينيين كيقدسوه لأنه هو اللي ساهم في التغيير ديال الصين. دابا كاملين هنايا بزاف ديال الصينيين اللي كيجيو هنايا باش يتصوروا معاه كيجيو باش يتصوروا مع الصوره ديال ماو. واحد الفكره اللي كانت عندي غلطه على الصينيين لان كان كيسحب لي انهم متشددين وما يخلونيش نصورهم كذا. في الاخر بالعكس كتصور على الراحه ديالك حتى واحد ما كيهضر معاك كتاخذ راحتك. بالعكس كتكون كتصور بعض المرات هو كيجي عندك كيعمل لك هيدي حدا الكاميرا دونك بيس تقدر تصور فيما بغيتي شحال ما بغيتي ما كاينش مشكل معاهم هنايا. هنايا كنشوف الناس داخلين ما عرفتي فين داخلين. المهم حنايا حتى حنايا تابعينهم حنايا ماشيين موراهم نشوفوا فين غندخلوا هنايا. وهذه هي الباب ديال المدينه المحرمه دابا غادي ندخلوا لها. يلا ندخلوا فحنا نشوفوا كاين داخل. الدنيا عامره بزاف الصراحه هنايا واغلبيه ديال السياح هادو كلشي ماشي اغلبيه صينيين كاملين هادو غير صينيين هما اللي كيجيو يتساراو هنايا يجيو يكتشفوا بلادهم. تخيل معايا العسكر عندهم في كيترينيو هنايا في وسط الساحه ماتريال ديال الرياضه ديال الحديد ديال المسكيلاسيون عندهم هنايا. انت الداعين هنايا هنايا ماتريال ديال الحديد عندهم في كيلعبوا باسكيت راه هو لانه العسكر كيبقى هنايا في هذه البلاصه ديما العسكر ما كيتحركش هنايا عندهم ديما الحراسه على هذه البلاصه دونك عاملين لهم كلشي هنايا كاع ديك المرافق ديالهم عاملين لهم هنايا كيترينيو هنايا. يلا دابا نشوفوا من الداخل. الساحه كبيره هنايا الداعين قداش والشميشه حاره شناوا كاملين مخبعين تحت مظلله حتى راهما مظلله كلشي كيتخبع تحت مظلله ما كيعجبوش يخرجوا للشمس. وكاينين اللي مخبعين اللي تحت الشجر راه هما ما عندهمش مع الشميشه مره حنايا موال فين الشميشه وانت مالا معلم يزيد. تخيل معايا هاد البلاصه هادي كيدوزوا من هنا الناس اللي عندهم كرارس اللي عندهم دراري صغار وعندهم كاروسه كيدوزوا من هنايا من هاد البلاصه هادي. هاي مثلا هادي عندك كاروسه راه خصها تدوز من تما باش تدوز. عندهم واحد النظام واحد درجه انه واخا كاين الناس بزاف كاين العدد كبير ديال الناس الامر عندهم ميسر علاش حيت عندهم داك الشيء منظم. دابا عاوتاني واقيلا يعاودوا يسكانيونا الحوايج ديالنا فينا مشينا دابا ساعه سكانر 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 كيخافوا عندك تكون مدخل معك شي حاجه ولا ما خلوناش ندخلوا معنا داك التريبي اللي كنصوروا به. دابا حنا ماشيين معاه الدهنة وحنا ماشيين معاه تابعينه ما نعرف يا خوش غيخبعوا منا فشي موطا ولا ما قلنا جي تبعوني وداو منا راه فخر الدين ماشي تابع. مزيرين كيقلبوا كل شيء كيهدكوا كل شيء ما تقدرش يتدخل معك شي حاجه اللي شاكين فيها ولا ماشي هي هذيك. دابا هما يخليو عندهم ديك لي تريبي ديالنا يخليوهم عندهم هنايا غندخلو نمشيو حتى نشوفو نتسارا ونجيو عاد نقدرو نعاودو نخرجو يخليوهم مخبين هنا نفلوه كنسحاب لي يخرجونا ولا يديونا يقولنا ما تدخلوشي. في الاخر عندهم معامله واعره دخلونا ديريكت حيت حنايا اجانب فضلونا دخلونا حنايا الوالا دابا يخليوهم عندهم هنايا تنخرجو ورجعو موراهم. نايس الصراحه عندهم هاد النظام هاد السيستيم اللي خدامين به واعر بزاف. نهار التمارة وشحال من سكانر في الاقل قال لك خصنا تيكي. هما نورمالمون كيدخلوا بلا تيكي كنشوفو كنزلو غير لا كارت ناسيونال حنايا قال لك خصنا نمشيو نجيب التيكي. دابا عاوتاني رجعنا خصنا نشدو الصوف من الاول شحال د الصداع نمشيو نشريو التيكي. دابا هنايا دابا غادي نقطعو التيكي ديالنا باش ندخلو. آه
ما يمكنش شحال الدنيا عامره هنايا شحال بنادم كاين. شوف 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 كاين بنادم بزاف دابا غير باش نوصلوا بزاف ديال التماره باش وصلنا بلع ديال لي سكانير جيب تيكي رجع كيقلبوا كل روينه فاش كتدخل عاوز كتجبر الدنيا عامره بزاف. ولكن صراحه هذا المنظر اللي هنايا هادشي ساهل الديكور عندهم واعر بزاف هنايا يجي ساهل هادشي تجي تزورو. كنكتشفوا الصين كنكتشفوا الثقافه ديالهم كنتعلموا كيفاش نسلكوا راسنا معاهم. دابا نزيدو نشوفوا شنو باقي داخل هاد الباب هادي اللي هنايا مهيبه شوف كيفاش عامله هادي اللي كتصفي داخل. هادشي خيالي هنايا هادشي خيالي بلاتي ندور الكاميرا واحد المنظر ماشي عادي. شوف 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 شو. شو على منظر شو على منظر هادشي واعر معلم. تخيل قال لك شحال هادي كان هنا ساكن امبراطور بوحدو امبراطور واحد كان ساكن في هادشي كامل كان ديالو وكان ممنوع على اي واحد انه يدخل عنده. تخيل معايا يكون هاد ليسباس هذا كامل ديالك انت وحديتك ساكن في هاد ليسباس هذا يا عباد الله داعينك. نايس جميل كل مره كنقول دابا عيد سال هادشي ما كيتسالاش كندخلوا فشي باب كنجبروا شي باب اخر كتخرجنا وكما يسموها المدينه المحرمه راه بصح مدينه حيتاش كبيره بزاف. هنا فهاد البلاصه عاود الجرده شوف هاد البلاصه فيها الشجر فيها الحجر بهذه الطريقه عاود مختلفه على بلاصه اخرى اللي كنا فيها. اه هنا حبينا يشعلوا ديكور فيها هاي هنا هادشي معلم ما كيتسالاش عاد تدخل فهاد الباب تخرج شي حاجه اخرى. واحد الصينيه لبستي بحال لقيت هاد الامبراطور شوف خويا الا فحالنا الله يرحم والديك انا بغيتها نمشي فحالي صحيح وانا بغيتها نمشي. شادو لابسين لباس واعر هادي عندك لاباس لابسين ها انا معلم على اللبسه الصينيه ديال الامبراطور ها هادي البوابه هادي هي الخريطه اللي فيها هذوك البلايص كاملين اللي كاين داخل. كنا كندخلوا من هذا الباب كنجبروا راسنا خرجنا من هذا الباب كنجبروا راسنا خرجنا من هذا الباب خرجنا من هذا الباب وما كيتسالاوش يا معلم. دابا حنايا فين حنايا من جهه؟ راه ديك النقطه اللي دايرين لنا اذا حنايا هنايا معلم حنايا فين كاينين بقينا نوصلوا لهنايا نخرجوا فحالنا خاو ديالي يلا فحالنا الله يرحم والديك فخر الدين الخاو يلا فحالنا يلا فحالنا الشمس وهذا كان هو القصر ديال الامبراطور الخضراء من تماره باش ندخلوا له حنا دخلنا له. كنظن فلوق ديال اليوم مثلا الاصدقاء ديناكم البارح سور السيل العظيم شفنا سور السيل العظيم طلعنا له تالراس جينا دابا لواحد من اهم معالم اللي كاينه في الصين اللي هو قصر الامبراطور اللي جعل البركه. دابا ان شاء الله غادي نزيدوا شويه ما نبقاوش في المدينه هذه غادي نهودوا من الشمال ديال الصين ان شاء الله في اتجاه الجنوب ونشوفوا عاوتاني شنو نقدروا نجبروا تما. هادشي اللي كاين وتهلاو لي فراسكم.